تقارير أمريكية تكشف مقتل وإصابة نحو نصف مليون جندي روسي وأوكراني منذ بدء النزاع بين البلدين. توافق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي خلال قمة كامب ديفيد. والحكومة البريطانية تأمر بإجراء تحقيق مستقل في جرائم قتل الأطفال بالمستشفيات. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم ونستهل هذه النشرة مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدين الكرام. والبداية مع الأزمة الروسية الأوكرانية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إجمالي ضحايا القوات الروسية والأوكرانية يقترب من 500,000 ما بين قتيل ومصاب منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن عدد الضحايا بصفوف الجيش الأوكراني يقترب من 70,000 قتيل وأكثر من 100,000 مصاب، فيما تقترب الخسائر في صفوف الجيش الروسي من 300,000 بينهم ما يصل إلى 120,000 قتيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم الجيش الروسي على كافة محاور القتال في أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان لها إنها قتلت خلال الساعات الماضية 810 جنود أوكرانيين ودمرت 26 مسيرة أوكرانية، فضلا عن إسقاط مقاتلتين من طراز سو 25، كما تم صد عدة هجمات أوكرانية في دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك. نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بمحاولات الجيش الأوكراني استهداف العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات. ودعت زخاروفا في بيان لها الجنود الأوكرانيين للاستسلام للجيش الروسي حقنا لدمائهم بدلا من مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في العاصمة موسكو، ما أسفر عن تضرر أحد المباني وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات المدنية بالعاصمة بشكل مؤقت. وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو ومناطق أخرى. هجمات متبادلة بالمسيرات، منحا جديد اتخذته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت شهر 18 على التوالي. آخر تلك الهجمات كان إسقاط قوة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت أجواء العاصمة موسكو، وفق ما أفاد مسؤولون روس في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمسيرة بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب. ويتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الهجمات في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية. ففي الرابع من أغسطس قالت روسيا أنها صدت محاولة هجوم أوكرانية بزورق مسير على قاعدة في نوفوروسسكنفال، بينما أكد مصدر أمني أن الضربة على سفينة حربية في القاعدة كانت ناجحة. وبعد يوم استهدفت مسيرة أوكرانية ناقلة نفط روسية جنوب مضيق كارتش. ويأتي الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي في البحر الأسود بعد ساعة من وصول أول سفينة شحن مدنية إلى اسطنبول قادمة من أوكرانيا عبر البحر الأسود في تحدي للحصار الروسي.
أما روسيا فقد أبت على استخدام المسيرات لضرب الأهداف الأوكرانية بشكل يومي، وتركزت معظم ضربات المسيرات الروسية في الفترة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا. أكد البيت الأبيض أن كييف ستتسلم مقاتلات F-16 بعد الانتهاء من تدريب الطيارين، وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أنه عقب الانتهاء من التدريب سيكون البيت الأبيض جاهزا بالتشاور مع الكونغرس للموافقة على نقل طائرات من طراز F-16 من قبل طرف ثالث إلى أوكرانيا. مددت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الحماية المؤقتة لأوكرانيا لمدة 18 شهرا، وأجرت تغييرات أخرى ستمكن المزيد من الأوكرانيين المؤهلين من التقدم بطلب للحصول على الحماية المؤقتة. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن التمديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 من شهر أكتوبر وحتى 19 من شهر أبريل من عام 2025. أجرت أوكرانيا تدريبات على الاستجابة للكوارث النووية في منطقة ميكولايف، وشارك العشرات من الأشخاص في منطقة ميكولايف لتعلم كيفية الاستجابة بسرعة وفعالية في حالة زيادة مستوى الإشعاع. كما أجريت التدريبات في مناطق خرسون وميكولايف وزابوريجيا، وهي المناطق التي يتوقع أن تكون الأكثر تضررا من وقوع الحادث. قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين إن بلاده توفر بشكل موثوق حاجز صد ضد هجوم حلف شمال أطلسي الناتو من الخلف على روسيا أثناء تنفيذها للعملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال جلسة العامة للمؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية في مينسك، دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العالم للوقوف جبهة واحدة في وجه المحرضين على إثارة حرب عالمية ومن يدمرون بممارساتهم نظام الأمن الدولي بحسب قوله. أعلنت حكومة ليتوانيا أنها قررت إغلاق نقطتين من إجمالي 6 نقاط للعبور على حدودها مع بيلاروسيا بسبب ما وصفتها بالأوضاع الجيوسياسية وسط تصاعد للتوتر على الحدود مع انتشار عناصر مجموعة فاغنر العسكرية في بيلاروسيا. الأزمة الروسية الأوكرانية التي تقترب من دخول شهرها 18 ألقت بظلالها على الدول المجاورة ودفعها إلى رفع حالة التأهب واتخاذ تدابير صارمة مع تزايد التوقعات بدخول لاعبين على خط المواجهة. بيلاروسيا الحليف الأبرز لموسكو صارت محور قلق بالنسبة للعديد من الدول المجاورة لها، خاصة بعد احتضان مانسك مجموعة فاغنر الروسية التي شاركت لفترة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في جديد التوترات، أعلنت السلطات الليتوانية إغلاق نقطتين من إجمالي 6 للعبور على حدودها مع بيلاروسيا بسبب ما وصفتها بالأوضاع الجيوسياسية، وذلك بعد أن نصح المسؤولين في ليتوانيا المواطنين بعدم السفر إلى بيلاروسيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وأشارت وزيرة الداخلية الليتوانية إلى أن دول البلطيق وبولندا تناقشان احتمالات الإغلاق الكامل للحدود مع وجود أكبر عدد ممكن من حرس الحدود، وذلك بعد ساعة قليلة من تصريحات رئيس وزراء لاتفيا التي أكد فيها أن بلاده تتخذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، مؤكدا أنه عمل استباقي. عمليات إغلاق بعض النقاط الحدودية بين الدول الأوروبية وبيلاروسيا تزامن مع لقاء رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيكس مع نظيره البولندي أندريا دودا في وارسو لبحث الأمن على طول الحدود مع بيلاروسيا وروسيا. الرئيس البولندي شدد عقب اللقاء على ضرورة وقف بيلاروسيا ما وصفه بالهجمات المختلطة على الحدود خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه أوضح لنظيره الليتواني الإجراءات البولندية المتخذة فيما يخص زيادة عدد الجنود على الحدود مع بيلاروسيا، حيث أعلنت وارسو في وقت سابق نقل نحو 10,000 جندي إضافي إلى الحدود مع مينسك.
وصف مستشار لوزير الخارجية في مولدوفا قرار روسيا فرض حظر لمنع دخول عدة مسؤولين من مولدوفا بأنه مؤسف، ويأتي هذا في وقت استدعت فيه الخارجية الروسية سفير مولدوفا لإبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو. وردا على هذه الخطوة، منعت موسكو دخول عدد من المسؤولين في مولدوفا إلى البلاد، وغادرت مجموعة من الدبلوماسيين الروس مولدوفا مكونة من 45 موظفا ودبلوماسيا عقب طردهم طبقا لقرار حكومي بتقليص عدد المسؤولين الذين يمكن لروسيا تعيينهم في العاصمة كيشيناو. أعلنت روسيا فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، كما فرضت عقوبات على وزراء وصحفيين بريطانيين. وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة إلى الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا، وما وصفته بالتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا بعد عام ونصف عام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. عبرت أول سفينة تستخدم الممر الذي أعلنت عن توفيره أوكرانيا لمغادرة السفن العالقة في موانئها من البحر الأسود جراء انتهاء العمل بمبادرة الحبوب بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية. وغادرت سفينة الحاويات ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود الذي تحاصره روسيا، وتمكنت من عبور مضيق البسفور. بعد إعلان أوكرانيا عن تخصيص ممر إنساني لعبور السفن من البحر الأسود، عبرت أول سفينة تستخدم الممر الملاحي المخصص لمغادرة السفن العالقة في الموانئ الأوكرانية. السفينة جوزيف شولت التي ترفع علم هونغ كونغ تمكنت من عبور مضيق البوسفور بعدما غادرت الأربعاء الماضي ميناء أوديسا الأوكرانية في تحدي لروسيا التي هددت بإغراق مثل هذه السفن بعد رفضها تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية. ولم تعطي روسيا موافقتها على استخدام هذا الممر، وأطلقت الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن متجهة إلى ميناء إزمايل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا. كما كثفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الدانوب والبحر الأسود منذ انسحابها من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وتروج أوكرانيا لهذا الممر بأنه ذو أغراض إنسانية، ويهدف إلى توفير طرق بديلة لتصدير الحبوب إلى العالم لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية جراء توقف اتفاق الحبوب الدولي، والذي أسهم العام الماضي في خفض أسعار المواد الغذائية عالمياً. وتستخدم أوكرانيا حاليا نهر الدانوب لتصدير حبوبها، وينقل جزء كبير منها عبر النهر ويصل في النهاية إلى البحر الأسود على الحدود الأوكرانية الرومانية. وتقول سلطة ميناء كونستانتا الروماني المطل على البحر الأسود إن أوكرانيا شحنت 8,100,000 طن من الحبوب عبر الميناء في الشهور السبعة الأولى من العام، مع تباطؤ وتيرة الشحن بالشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية. عقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة ثلاثية في كامب ديفيد لإظهار الوحدة فيما بينها في مواجهة تنامي نفوذ الصين والتهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي في كامب ديفيد إن القمة التي تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستسفر عن خطوات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي الثلاثي، بما في ذلك الالتزام بالتشاور المشترك في أوقات الأزمات. حذرت وكالات مكافحة التجسس الأمريكية شركات الفضاء من التجسس الأجنبي خصوصا من روسيا والصين.
وتوقع مسؤول أمريكي من مجال مكافحة التجسس ازدياد المخاطر تجاه هذه الصناعة الآخذة في النمو من الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الصين وروسيا من بين التهديدات المخابراتية الرئيسة لصناعة الفضاء الأمريكية، وأشار إلى أن كيانات أجنبية غير محددة تشن هجمات إلكترونية وتستخدم تقنيات مثل الاستثمار الاستراتيجي من خلال مشروعات وعمليات استحواذ مشتركة، بما يسمح لها بدخول صناعة الفضاء الأمريكية. شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين، ويلزم مكتب الصناعة والأمن أحد أذرع وزارة التجارة المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين. كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية من المصدرين، الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة. قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز L-38، وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. يأتي نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة القريبة أيضا من كوريا الجنوبية والصين عقب يوم من رصد طوكيو سفنا تابعة للبحرية الروسية والصينية تعبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا وميكاو في جنوب اليابان. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن سفنا من البحرية الروسية والصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادئ وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي. وأضافت الوزارة في بيان أن عددا من السفن البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حاليا في مياه بحر الصين الشرقي، وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات. حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من عواقب خطيرة حال تدهور صحة الرئيس النيجر محمد بازوم المحتجز من قبل المجلس الانتقالي. واعتبر ميشيل أن الرئيس بازوم ما يزال الرئيس الشرعي للنيجر، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس فيما يتعلق بالأزمة في النيجر، وأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من المجلس الانتقالي في النيجر. طلب محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد شهر إبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. موعد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زال موضعاً للنزاع بين فريقي الدفاع والإدعاء، لا سيما وأن الانتخابات الرئاسية يحل موعدها العام المقبل. وفي أحدث تطور على صعيد محاكمة ترامب، طلب فريق دفاعه تحديد إبريل 2026 موعداً لمحاكمته بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبياً من الانتخابات الرئاسية. الطلب يأتي في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح محاكمة ترامب في 2 يناير المقبل، وهي واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق، بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض. ويقول سميث أن تاريخ المحاكمة المقترح في 2 يناير يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعي عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية.
لكن فريق محامي ترامب برر موقفه بطلب محاكمته في 2026 بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهوراً للإطلاع عليها. وبين مساعي كل فريق، فمن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكن في 28 من أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة في واحدة من أخطر القضايا التي يواجهها ترامب. كما يتهم القضاء ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين. وشجب ترامب وفريق دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي. قالت الجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء في بريطانيا إن آلافا من السائقين المنتمين لها يعتزمون الإضراب في الأول من شهر سبتمبر والتوقف عن العمل لوقت إضافي بسبب خلاف مستمر منذ أشهر بشأن الأجور، وفي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الركاب في أنحاء البلاد. وقالت النقابة إن التحرك يشمل 13 ألف سائق، ومن المتوقع أن يؤثر على 16 من الشركات المشغلة للقطارات، مشيرة إلى أنها لم تكن تقدم على أو تقدم على هذه الخطوة إلا عقب رفض الشركات المشغلة للقطارات والحكومة الجلوس معهم للتفاوض حول زيادة أجور السائقين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدم تأييده للتدخل الحكومي في محادثات الأجور بين الشركات والموظفين. وفي الوقت نفسه أشار سوناك إلى أهمية زيادة الأجور بشكل مستدام بمرور الوقت، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك مرهون باقتصاد متنام وارتفاع الإنتاجية. أمرت الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق مستقل بعد إدانة ممرضة بقتل 7 مواليد ومحاولة قتل 6 آخرين في وحدة حديثي الولادة بأحد المستشفيات في شمال غرب إنجلترا. وقالت الحكومة إن التحقيق سينظر في الظروف المحيطة بالوفيات والحوادث، بما في ذلك كيفية التعامل مع المخاوف التي أثارها الأطباء، فضلا عن ضمان حصول الآباء والأسر المتأثرة على الإجابات التي يحتاجونها. تظاهر عشرات اليابانيين من جديد احتجاجا على خطة الحكومة الوشيكة لإطلاق مياه الصرف الصحي النووية المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي دمرتها موجات المد. وأعرب المتظاهرون عن خشيتهم من أن تسبب تلك الخطوة مخاطر على سلامة الغذاء والبيئة، وهو الأمر الذي تنفيه طوكيو. وضعت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية متحورا جديدا لكورونا تحت المراقبة. وقالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية إنهما تراقبان تطور متحور جديد لفيروس كورونا يملك عددا كبيرا من البروتين الشوكي على سطحه، وهذا يسهل دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة بلبنان، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد. وقالت الأونروا في بيان إنها لا تتهاون إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تكون المدارس في المخيم مستعدة لاستقبال 300 و200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد.
استنكر الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية بالضفة الغربية المحتلة الممولة من الاتحاد الأوروبي، وطالب التكتل الأوروبي في بيان صادر عن بعثته في القدس المحتلة إسرائيل بأن تحترم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم وبتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده. وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت المدرسة الواقعة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك شرقي رام الله بوسط الضفة الغربية. بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استمرار إسرائيل في عمليات القتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد منصور ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة القانون والكف عن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن انتهاكاتها، وجدد الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. شاركت مصر في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة 20 الذي يعقد بمدينة جاندنجار في ولاية جوجارات الهندية. وفي كلمته خلال الاجتماع أكد وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تبذلت جهودا كبيرة في تعزيز الاستعداد والاستجابة للوقاية من الأوبئة، وأضاف أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية سواء ما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجرى تحديثها باستمرار بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية. وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ شهر مارس عام 2019. أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الحرص على تعزيز التعاون مع تركيا لتبادل الخبرات وتدريب المسؤولين والعاملين بأقسام المتعاملين مع الوافدين الأجانب للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية. وفي ختام زيارته إلى مدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية باسطنبول، أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التعاون الصحي بين مصر وتركيا سيشهد تقدما إضافيا وتبادلا مثمرا في مجال الرعاية الصحية والابتكارات الطبية في الفترة القادمة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة والسياحة العلاجية. أعلنت وزارة الصحة أن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 20,500,000 خدمة مجانية للمواطنين خلال 54 يوما. ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمة الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن المخصص لذلك. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة 7 من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصا من الوزارة على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة خطي لدعم ذوي الهمم، وذلك خطى بالتزامن مع يوم العمل الإنساني، وتهدف المبادرة إلى توفير 1000 كرسي متحرك لذوي إعاقات الحركة على مدار 4 شهور، على أن تكون البداية في محافظات المنوفية والأقصر وسوهاج. بذلت الدولة جهودا كبيرة لدعم ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع في جميع المجالات، سواء من خلال إصدار قوانين أو إطلاق العديد من المبادرات التي تتواءم مع احتياجاتهم وظروفهم. المزيد في العرض التالي، نتابع. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة علاج لأمراض العيون على اختلافها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، وقدمت القافلة نظارات طبية للمستحقين بتخفيض وصل إلى 50%. قدرنا نعمل قافلة طبية للهيئة الإنجليزية والتحالف الوطني للعمل التنموي، يعني قدرنا نعمل قافلة طبية، قدرنا كمان نعمل برنامج لتعزيز الحقوق الصحية زي ما انتم شايفين في البانر كده. البرنامج ده بيشتغل على الأشخاص ذوي الإعاقة بمفهوم الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وكمان جوانب التانية الصحية. البرنامج ده فيه أنشطة كتير قوي، بنشتغل على الرجالة وعلى أبهاتهم، بنشتغل على الأطفال نفسها. احنا النهاردة في جمعية من أحد جمعيات عمل برنامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. احنا برنامج التأهيل بنشتغل في 7 محافظات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بنعمل على تمكين ودمج الأشخاص في المجتمع. بنبدأ عندنا خدمات تأهيل متخصصة، عندنا بنقدم خدمات صحية، خدمات طبية، بنعمل لهم نظارات مجانية وكشف مجاني واكتشاف لأمراض العيون المزمنة زي حالات المية البيضاء، حالات الحول بتتعالج برضو تبع القافلة من خلال إجراءات وتدخلات جراحية. محمد جاي النهاردة يكشف على عينيه،
وانا اصلا كنت ام هنا في جمعيه الامان الجميله، كنت باجي مع ابني الاول كام، باجي بطفل ذو احتياجات خاصه بيعلموا حاجات وكده. مع الوقت ابتديت ان انا اتعلم منهم، واستاذ امان يعني علمتني وكده ان انا ابقى ام متطوعه، حاليا انا بقيت ام متطوعه في الجمعيه. الحمد لله كشف النهارده كويس، وبيقول لي ان هو ليه عمليه في عينيه، فعمليه ميه وكده، واستفدنا طبعا، عرفت ان ليه عنده عمليه في عينيه. على خديجة بنتي، هي خديجة عندها ضمور في المخ مأثر معاها في المشي والكلام والحركة، كانت الأول مولودة أصلا ما بتعملش أي حاجة، على طول نايمة ما بتنتبهش، يعنيها ما بتنتبهش خالص لينا. فجيت هنا الجمعية وقبل أماني رشحت لي كذا دكتور وقالت لي على كذا حاجة أمشي فيها، عشان هي طبعا ما كانتش بتعمل أي حاجة، والحمد لله دلوقتي هي بتمشي وبتبدأ تلاغينا شوية. كما نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية عرب السليمة التابعة لمركز كفر سعد، والتي تضمنت عيادات في جميع التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار داخل العيادات المتنقلة ومنازل أهالي القرية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. موجودين النهارده في اليوم الثاني من قافله قريه عرب عوده. القريه تعتبر من القرى المستهدفه في مبادره حياه كريمه الرئاسيه وفي القوافل العلاجيه تحديدا، لانها تعد من القرى البعيده عن الخدمات الصحيه وبعيده عن المستشفيات المركزيه، وكمان تعد ان هي محرومه من الخدمات الصحيه، فبالتالي بنستهدفها في القوافل العلاجيه. كمان النهارده بنقدم الخدمات اللي بنقدمها في القافله كلها بتتقدم للمرضى بشكل مجاني. القافلة جاية عاملة اللازم، واللهم صل على النبي، عملوا لنا إشاعات، أنا عملت إشاعة ودون علاج، وابني عمل إشاعة عنده 3 كسور. إحنا القافلة ده موجودة عندنا من امبارح، وامبارح كشفت باطنة وعظام، والنهاردة هكشف رمض إن شاء الله وجلدية. وإحنا بنشكر السادة المسؤولين على تنظيم هذه القوافل العلاجية. بنشكر الرئيس السيسي وجميع القيمين على القافلة الطبية. القافلة هنا من مبارح وجميع التخصصات فيها، والعلاج من المجاني وتحاليل وإشاعات. ما شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي جاب لنا قافلات طبية وفيها كل التخصصات اللازمة اللي إحنا عايزينها. قافلة عندنا هنا في عرب عزبة السليمة فيها جميع التخصصات، علاج ببلاش، دساكر ببلاش، ما فيش أي تكلفة. المواطن بيجي يدخل العربية اللي فيها التخصص بتاعه أو البيت عندنا في البيت، يحلل يكشف ياخد علاجه ويمشي على طول، ما فيش أي مشاكل. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى حتى يوم 26 من شهر أغسطس الحالي، حيث تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا. وكان الفنان حكيم قد أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العالمين على المسرح الكبير، وقدم حكيم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها جمهور العالمين. كما تألق المطرب محمد محسن بأغنية إسلامي مصر في حفله بمهرجان العالمين، حيث أحيا حفلا غنائيا على المسرح الكبير، وقدم خلاله عددا من أغانيه وأغاني الزمن الجميل وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وأعرب المطرب محمد محسن عن سعادته بالوجود في مهرجان العالمين موجها التحية للجمهور. مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني. أبدا
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد. وأوضحت الهيئة أن خدمة التموين استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمة تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. سجل المؤشر نيكيا الياباني أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بضغط من مخاوف تتعلق بأفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات. وتراجع المؤشر 0.55% مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق 0.70%، وتراجع بذلك 2.8% خلال الأسبوع. تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في انتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة. ويعاني قطاع العقارات الصيني من أزمات متتالية زاد من حدتها على مدى العامين الماضيين انهيار المبيعات العقارية. في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في الولايات المتحدة، تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في انتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة. الشركة العملاقة قالت إنها اقترحت بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في 2 من فروعها، لا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية. وواجهت الشركة الصينية صعوبات في عام 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري. وتحولت إيفرغراند إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم. ويعاني قطاع العقارات الصيني أزمات متتالية بدأت بإفلاس واحدة من أكبر المجموعات العقارية، وزاد من حدة تلك الأزمات على مدى العامين الماضيين انهيار المبيعات العقارية، خاصة في ظل تراجع مشتريات الأجانب كذلك وتشديد القيود على الوصول إلى سيولة نقدية، وبالتالي تراكم المديونيات الهائلة على المجموعات العقارية، مما جعل بعض الشركات تعلن إفلاسها كما فعلت إيفرغراند عندما تخلفت عن سداد مستحقات الدين والسندات. تستعد مناطق واسعة في فرنسا لارتفاع كبير في درجات الحرارة يشمل بالخصوص جنوب شرق البلاد. ووضعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية 19 منطقة تمتد على مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد إلى شمال شرقها، وصولا إلى جبال الألب في حالة إنذار برتقالي. توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يصل إعصار هيلاري المداري إلى جنوب ولاية كاليفورنيا ليلة غد السبت حتى صباح الأحد، قبل أن تبدأ قوته في الضعف حتى يصبح أول عاصفة استوائية تضرب الولاية منذ 84 عاما. وحذر المركز في بيان
من أن الإعصار يمكن أن يتسبب في تأثيرات كبيرة ونادرة بما في ذلك فيضانات واسعة النطاق، ولم تصل أي عاصفة استوائية إلى اليابسة في جنوب كاليفورنيا منذ 25 من شهر سبتمبر من عام 39 بعد 900,000 وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء، بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يولو نايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيدا عن ألسنة اللهب. وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في مدينة كيلونا التي تبعد مسافة 4 ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة. مع تواصل موجة حرائق الغابات المستعرة في كندا، عقدت مجموعة الاستجابة للحوادث برئاسة جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي اجتماعا ضم مسؤولين كبار ووزراء لمناقشة حرائق الغابات التي تعصف بالبلاد. المجموعة ناقشت التأثير المدمر لأكثر من 5500 حريق غابة دمر المقاطعات والأقاليم في جميع أنحاء كندا هذا العام، ما أسفر عن تدمير أكثر من 21,000 كيلومتر مربع من الأراضي، فضلا عن فرار الآلاف من السكان. يأتي هذا بينما تتواصل عملية إجلاء المواطنين من بعض البلدات والمدن الكندية المعرضة للخطر، وفي مقدمتها العاصمة الإقليمية يولو نايف التي صدرت أوامر إخلاء لنحو 70% من سكانها وكذلك بلدتين مجاورتين. ومع خروج حرائق الغابات عن السيطرة في بعض المناطق الكندية، استدعت الحكومة القوات المسلحة وأفراد شرطة الخيالة الملكية بالإضافة إلى طائرات موارد أخرى لاحتواء موجة الحرائق المنتشرة. ويعد هذا هو أسوأ موسم من حرائق الغابات تشهده كندا على الإطلاق، مع وجود أكثر من 1000 حريق مستعر في أنحاء البلاد، منها 265 في الأقاليم الشمالية الغربية التي تبلغ مساحتها نحو 1,035,000 كيلومتر مربع. ويقول خبراء إن تغير المناخ أدى لتفاقم أزمة حرائق الغابات، فضلا عن إسهام الجفاف في ارتفاع عدد الحرائق هذا العام ومستوى شدتها، بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لتفاقم الموقف المشتعل. رياضيا، اختتمت منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو في العالمين 2023 بمشاركة عدد كبير من الدول العربية في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات في مصر. وشهدت البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية. حصلنا على المركز الثاني الحمد لله، وشاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجة. بطولة جيدة ونشكر المؤسسين للبطولة. شكرا. الحمد لله وربنا كرمنا في فرق وخدنا أول، بس يعني ربنا ما كرمناش في فردي، بس أنا الحمد لله يعني جبت دهب امبارح ودهب النهاردة الحمد لله، ده كرم كبير من ربنا يعني. البطولة على مستوى عالي جدا وعلى كواليتي عالي، لعيبة يعني مجهزة صح، والإداريين والمدربين مجهزين لعيبتهم بشكل قوي. يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا، يعني ما قصروا معنا بأي شيء، وجبات، تنظيم اللعيبة، ندخل كحكام وإحنا مرتاحين، فالله يعافيكم، مشكورين على الشيء هذا. الأمانة أولا الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع، والله ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه. تنظيم جبار، وبفضل الله الحمد لله حصلنا على ميدالية ذهب وأربعة فضة وسبعة برونز، وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث والحمد لله، والله يعطيكم ألف عافية على هذا التنظيم. الحمد لله كنا يعني إعدادنا كان بمصر، كان بالقاهرة مع نادي الشمس، وحققنا ذهبية وأربعة فضة وثمانية برونز.
حصلنا على المركز الثالث بالفرق الحمد لله. البطولة ممتازة إلى أبعد الحدود، أو يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها بطولة العالمين. إشادات عربية بتنظيم مصر البطولة العربية للجودو 2023، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط. المزيد في التقرير التالي، نتابع. إشادة عربية بتنظيم مصر البطولة العربية للجودو 2023، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية. الافتتاح المبهر والتنظيم المميز للبطولة العربية للجودو أبهر جميع الوفود المشاركة، التي أكدت أن التنظيم المصري سيزيد الصعوبات والمسؤولية على كل الدول التي ستنظم بطولات العالم في السنوات القادمة. مصر معناتها معروفة معناتها بالمشاركات الدول العربية، وخاصة معناتها كانت البطولات كل دور في القاهرة، ولكن لأول مرة تكون الدور في هذه المدينة، وكانت هذه المدينة معناتها منبهرين فيها بها معناتها الدول اللي شاركين خاصة الأندية، وكذلك معناتها تعطي فرصة أنه الدول معناتها ديما تشارك في هذه خاصة تظاهرات الجودو. دعم القيادة السياسية للرياضة كان سببا رئيسيا في نجاح مصر لاستضافة البطولة الدولية، وذلك من خلال الطفرة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية الرياضية، ما فتح لها المجال واسعا لاستضافة العديد من البطولات الكبرى والأحداث الرياضية الهامة. طبعا احنا بنذكر الدولة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثروة الإنشائية في البنية التحتية للخدمات الرياضية. طبعا البطولة ديت النهاردة بطولة البراعم، 144 لاعب، احنا بنشارك في حوالي 10 دول عربية، اجمالي الأندية 62 نادي، 32 نادي من دول عربية و30 نادي من مصر. النجاحات التي تقدمها مصر سواء على مستوى تنظيم البطولات خلال الفترة الحالية أو على مستوى تطور النتائج يؤكد وجود خطة يتم تنفيذها لتحقيق هذه النجاحات وتواجد مصر بقوة على الساحة الدولية في الجودو بما يليق باسمها ومكانتها الكبيرة في العالم. الإشادة التي خرجت عن ممثلي المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية بل ورها الاتحاد العربي للجودو حين أكد أن منح مصر تنظيم البطولة هو اعتراف بقدرة الدولة المصرية وشبابها على استضافة أكبر وأهم الأحداث، مشيرا أن النجاح المبهر الذي تحقق سيكون عاملا مهما في أن تحظى القاهرة بالمزيد من الأحداث خلال السنوات المقبلة. حقق المنتخب الوطني للكاراتيه 12 ميدالية متنوعة في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 20 من شهر أغسطس في المغرب، ويوجد منتخب مصر في المركز الثاني في حصد ميداليات البطولة برصيد 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. إلى حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وقبل الختام مشاهدي الكرام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين.
تقارير أمريكية تكشف مقتل وإصابة نحو نصف مليون جندي روسي وأوكراني منذ بدء النزاع بين البلدين. وتوافق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي خلال قمة كامب ديفيد. الحكومة البريطانية تأمر بإجراء تحقيق مستقل في جرائم قتل الأطفال بالمستشفيات. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدمنا لحضرتكم هذه الساعة الإخبارية الزميل محمد المهدي وأنا جاكلين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.